أول فيلم هندي يتم تصويره بتقنية ثلاثية الأبعاد، فيلم الخيال العلمي 2.0 من بطولة نجم أفلام الحركة أكشي كومار وأسطورة السينما الهندية لنصف قرن راجني كاث، بالإضافة إلى الممثلة البريطانية الشابة إيمي جاكسون التي أتقنت لغة التميل للقيام بدورها في الفيلم الذي يعد تكملة لفيلم إنثيران الذي صدر عام 2010. إنها تجربة مختلفة. أنا دائماً ما أقول إن شانكار ليس مخرجاً فحسب، بل هو عالم بأنواع الأفلام التي يصنعها. ما يحاول إيصاله من خلال أفلامه شيء لا يصدق. لا يبدو كفيلم هندي، بل كأفلام هوليوود. إنه علمي واجتماعي وخيالي في الوقت ذاته. الفيلم مصنوع على مقاييس هوليوود لأن طاقم العمل من أنحاء العالم كافة وهم الأفضل. صورنا الفيلم بالكامل بتقنية ثلاثية الأبعاد وهذا ما يجعله مختلف جدا. أعتقد أنه سيعجب الجمهور حقا. الفيلم الذي يشكل نقلة بالكامل في سينما بوليوود نحو الحركة والإثارة لم يخلو من تقاليد وموروثات الفن السابع في الهند، الأغاني التي لطالما اشتهرت بها السينما هناك. شاركت شانكر فيلمه الأول، ولكني أراه اليوم كشخص جديد من ناحية التقنيات والحيل السينمائية، وأنا حاولت جلب تجربتي الموسيقية ودمجها بشكل يلائم الفيلم. نقلة بعالم صناعة السينما الهندية من خلال استخدام تقنية التصوير ثلاثية الأبعاد لأول مرة بالكامل في فيلم الحركة والخيال العلمي 2.0 الذي يعد تتمة لسلسلة نجاحات الممثل أكشي كومار. لبرنامج اليوم على الحرة جمان العزاوي، دبي.